طيب هذه أبيات من الشعر خاصة بي يعني لا تعنيكم. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر مخطوبته في جلسة شرعية أم يرى فقط وجهها وكفيها؟ يقول البشار و المهم نسيت البيت. يقول معنى كلامه أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها. أنا أقول لكم هذا شيء ينبغي أن يكون عندكم فيه شيء من من الفقه، من لا أقول من فقه الدين ولا حتى أقول من فقه الواقع، إنما أقول من فقه الخلق، من فقه المشاعر. يعني لدينا أخوات، لدينا بنات، لدينا أنت تريد أن تخطبها، تذهب تقول أريد أن أفعل الرؤية الشرعية، هذه العربية التي لا نعرفها عند العرب، أريد أن أفعل الرؤية. نحن لا ندري الرؤية تفعل، الأخ تدير الرؤية الشرعية، هذه لغة عربية أذهبها الله، قولوا آمين. فيريد أن يراها، يقول أريد أن أراها رؤية شرعية، يعني يرى ما يدعوه إلى خطبتها ونكاحها. فنظر إليها فلم تعجبه فانصرف. جاء صاحبه يريد أن يتزوج أيضا، فيريد أن يرى رؤية شرعية، فجاء إليها فنظر إليها فلم تعجبه. طيب أنت ما عجبتك وانصرفت ونمت وأكلت وشربت، ما يعني وقع في خلدك ما إحساس هذه البنت التي نظر إليها مرتين ولم تعجب أحدا؟ ما يكون حالك لو كانت البنت أختك أو لو كانت ابنتك؟ كيف تفعل؟ ماذا تقول؟ كي أنا لا أعجب أحدا، أنا خيبة، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا في تريد تخسر عليها في فلوس، مشي عند أطباء نفسانيين قول لها فعلوا لها تركوا لها، وهؤلاء يزيدون الطين بلة ضيقا على إبالة، نكون في نستجير من الرمضاء بالنار. افعلوا ذلك، يعني من أراد أن يرى فليرى من غير أن تشعر به المرئية، حفاظا على إحساسها. إذا أعجبتك فدق على باب دارها واخطبها منهم، إذا لم تعجبك فهي ما علمت. مفهوم هذا؟ أنا أرى أن هذا يعني أعرف واحد من كان يريد أن يخطب امرأة، يعني يبحث، فكان يرسل أمه وأخته لينظروا البنت، فذهب بأمه وأخته لينظروا، يعني أوصلهما إلى باب الدار الذي فيه البنت، البنت عند خالتها ومعها أمها وزوج خالتها، فإذا بزوج خالتها يخرج ويقول لذلك الشاب لا لا يجب أن تدخل. هو يعني كأحدنا خارج ممكن بالبيجامة أو شي حاجة، ما يظن أنه سيدخل قهرا لتراه ويراها. فقال حاول أن يتملص ما استطاع فدخل، ماذا وجد؟ يقول هو هذا وجد البنت على ما يليق من بنت ستخطب، من التزيين وأمها وخالتها وزوج خالتها والناس والحلوى وكذا، فاستحيا من ردائه. ثم المصيبة أن البنت لم تعجبه، والظاهر أنه هو أعجبها، فصار يشرط عليها الشروط لعلها تقول لا والقضية تأتي من عندها حفاظا لكرامتها. فكلما شرط عليها شرطا تقول نعم، كلما شرط شرطا تقول نعم، ففي الأخير قال طيب نستخير الله جميعا ونرى. يقول هو هذا، يقول فصارت أم المرأة وخالتها
يكلمون أمه ماذا قال ماذا قال, يقول أنا لا أريدها. وأنت انظري كيف تقول, يعني أنا أقول كيف ما قالت الأم البنت ماذا ما الشيء الذي ستحتفظ به البنت؟ أنها رفضت, ولو يعني كيف ما كان التعبير أو الألفاظ أو هي بالنسبة لها رفضت. وهذا كان شيء في الحقيقة, ذاك ما فعلها إطلاقا, ولا أرسل أحدا بعد تلك الواقعة إلى أن زوجه الله من امرأة في, أقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك.